احنا قبل ما نبدا الكلام ان شاء الله بنوجه الدكتور معتز حمد على السلامه لانه كان مصيبه بكورونا خلال الفتره السابقه والحمد لله ربنا شكر وعاد هذه الازمه خلال اكثر من خمس ست سبع ثمان عمليات في القلب ربنا يكرمه ان شاء الله وتكون عوده حميده وما نرجعلهاش تاني خالص. الحاجه الثانيه برضه بنحب نقول للمراه كل سنه وطيبه في يوم المراه العالمي 8 مارس السابق و8 مارس عموما في كل سنه. الحاجة اللي بعد كده بقولها كل سنة وانتم طيبين ومناسبة مولد النبي إن شاء الله القادم. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله لرد هذه الأيام الجاية السعيدة بدون كورونا وتداعياتها وأثارها اللي هي ترتبت على خلال الفترة اللي فاتت من آثار تأثرنا بها جميعا. ولكن بالنسبة يعني في المكان الكويس وفي الكلام الكويس إن إحنا بنحتفل بتوقيع الكتاب الجديد نجاحات نسائية عربية في زمن كورونا. أنا مش عاوز أقول في زمن كورونا بس لأن المرأة العربية والمرأة المصرية لهم نجاحات قبل كورونا وبعد كورونا وأثناء كورونا. سواء في الشقة بتاعتها أو في سجن الصغير بتاعها أو في المجتمع الصغير أو في العمل أو في الأزمات عموما هنا بيظهر دور المرأة عموما في أزمات اللي بتصيب الدولة أو الدول عموما كالجائحة اللي إحنا فيها حاليا دي. هنا المرأة تميزت على مستوى العالم بخصوص رؤساء الدول اللي تقود الحكومة امرأة او مركز نسائي تميزت هذه الدول بتقريبا انعدام شبه انعدام الاصابة بكورونا نتيجة لقيادة هذه السيدات لهذه الدول منها نيوزيلندا مثلا وبنجلاديش اللي هي السيدة حسينة او حسينة وفي نفس الوقت يعني في اكثر من دولة ايسلندا رؤساء الوزراء بتاعتها كانوا سيدات ونجحوا في محاربة الكورونا والوصول الى اقل المعدلات من الاصابه. طب احنا هنفكر تفكير بسيط ليه المراه نجحت؟ مع العلم ان القيادات الرجال في بعض الدول اصابتهم العمليه والنرجسيه وسقطوا وفشلوا في ايقاف او تحدي كورونا او الاقلال منها. زي الرئيس ترامب مثلا كان بيتحدى كورونا ورغم ذلك اكثر الاصابات في العالم كانت في امريكا. نفس القصه في ايطاليا، نفس القصه في فلسطين وهكذا. وبعدين نأتي من ثلاث دول اللي قلت لهم أمريكا وإيطاليا والبرازيل لأن هنشوف فيما بعد القوات الأمريكية الرئيسية اللي موجودة في أوروبا موجودة في هذه الدول. هنا عشان نبين الدور اللي بيقوم به الصين ضد أمريكا الممثلة في قواتها في هذه الدول في أوروبا عشان تبين مدى ضعف القوة الأمريكية المهيمنة على العالم. هنرجع لها في الموضوع علشان ده حيقول وصلنا إلى الحرب الاقتصادية اللي هي التزام اجتماعي وبتلح وبتزن في البيت على تنفيذ اجراءات الحد من كورونا من خلال التباعد من خلال الصحه من خلال المراجعه من خلال التطعيم من خلال حتى من لما يحب احد افراد الاسره مصاب بتبقى هي القائمه على شؤونه او الطبيبه او الممرضه اللي بتراجع التباعد الصحي والتباعد التامين الصحي وتراجع الاكل اللي مقدم في هذه اللحظه زي ما انتم عارفين ان عندنا من الاجراءات العزل ثم اكل معين ثم ادويه معينه ثم مراجعه معينه واجراءات معينه حتى مع اي من يطبق على الباب ليه اجراء. مين يتابع الكلام ده؟ السيده. الام، الابنه، السيده هي اللي بتراجع الكلام ده وعشان كده دورها فعال خصوصا في ما يخص الناحيه الاجتماعيه. قيس على ذلك النجاحات اللي بتتم بقى خارج هذا المكان وهي نجاحات عربيه في زمن كورونا من خلال توجهاتهم في العمل كل من في الشغل في اتجاهه والعمل بتاعه بيطلع عمل المراه بيبان جدا والنجاحات بتاعتها بالاضافه للنجاحات اللي حققوها في المجتمع الصغير في نجاحات في المجتمع الكبير وهو المجتمع الواسع بتاعنا وهو الميدان العمل او ارض الواقع. فده مش كتير عليها ومش بعيد عننا وعن فكرنا ان ده بيتم ولهم كل التحيه طبعا على النجاحات اللي بيقدموها دي واصرارا لدورهم حتى في المعارك. انتم
السيدات دورها واضح جدا في مجال التأمين الصحي وفي مجال المجهود الحربي استاذ المقاومة. تمام؟ فده برضه مش غريب علينا يعني. عشان كده هنفاجئ ان تعتبر السيدات والنساء هو خط الدفاع الرئيسي لصالح الدوله ولصالح الدول ولصالح المجتمع بتاعها الصغير والمجتمع الكبير في مواجهه اي ازمات كالازمه اللي هي اللي احنا فيها حاليا. ويتم العمل فيها طبعا قبل الاصابه واثناء الاصابه وبعد الاصابه ان شاء الله، ان المرأة بطبيعتها بتلح على التنفيذ وعلى الالتزام وعلى اتخاذ الاجراءات المطلوبه منها او الطلب منهم. فعلا هي بتلح كسيد الحق في الصالح العام، وبالتالي بتلاقي الموضوع بينجح. عشان كده بنلاقي ان الرجل قد يكون بعيد عن اصل الموضوع، واي نعم هو مشارك في المسؤوليه، ولكن السيده هي اللي تقوم بهذا الكلام، وبالتالي لها التحيه بهذا الاتجاه ان شاء الله. عشان كده النجاح هيستمر الى ما شاء الله، وخصوصا بعد انحصار الموجه والهوجه اللي احنا فيها دي. وطبعا زي ما قلت في الاول في موضوع اقتصادي يدور في العالم لاجل هذا الموضوع، فبرضه مش عايزين نبعد سالين عن كده. عشان شركات الادويه والنوع الطبيعي المطلوب، كل ده في اختلاف بين الدول القائمه على شؤون العالم. مش عاوز اقول بقى اخر مره الموضوع، واقول قد يكون هناك اتفاق او اتفاق اجمالي او مؤامره الى حد ما على هذا الموضوع. بدليل صدر بعد في بعض الدول القواعد اللي هي بتقول الحد من التباعد الاجتماعي وخلاص، والناس رفعت الكمامات. لو انتم لاحظين كده لبعض الدول اللي هي واخده بالها منهم، مع العلم ان الدوله لم تقصر في مواجهه كورونا. الدوله المصريه لو انت تلاحظ ان سيد رئيس الجمهوريه امر سلاح الحرب الكيميائيه والقوات المسلحه لتطهير كافه اماكن التجمع على مستوى مصر، سواء كانت المحطات او الجامعات او اي مكان تجمع المدارس والكليات والكلام ده. يعني الدوله ما تاثرتش في حاجه باعتبار رئيس الدوله الى اقل مستوى. وده نجح الى حد ما، ان مصر تعتبر من الدول الرائده في مجال مكافحه كورونا. وبالتالي وان احنا اتفرجنا على مراكز التطعيم اللي تم نشرها في كل المحافظات بما لا يرى شك ان اي واحد يبلغ اسمه بياخد تنفيذ التطعيم. على مستوى كل الوزارات وبالذات على مستوى القوات المسلحه اللي هي اكثر من مكان واكثر من انتشار في المحافظات الجمهوريه مصر العربيه عشان تنفيذ التطعيم ده في التوقيت المناسب. فهنا الدور مش محدش مقصر فيه الحمد لله، ولكن اللي انا بتخوف منه ان عندنا مراجعنا الاحصائيات بنلاقي ان اكثر محافظات مصر اصابه هي القاهره ثم اسكندريه ثم تليها الجيزه وهكذا، فالدقهليه فالغربيه. مع تفاوت الاحصائيات والاعداد في كل محافظه في كل وقت. هنقول ايه؟ مثلا اسكندريه بتطلع رقم 2 في مرحله ما، في مرحله ثانيه بتطلع الاولى. القاهره بتعكس مع القاهره. معظم المحافظات كده، لكن ايه وليه اللي بيحصل كده؟ اللي بيحصل ان في بعد المواسم او بعد التجمعات وبعد المحافظات هي إيه اللي بتجلب التجمع ده، وبالتالي يعني مثلا محافظه كذا هتعمل المناسبه من ضمن المناسبات دي انت في تجمع، وبالتالي هنا بيزيد عدد الاصابات بالكورونا، وبالتالي هنا معدل الاحصائيات تتغير عن ما كان مصاب، وبالتالي هنا يحصل اختلاف من حين واخر ما بين محافظه فوق ومحافظه تحت، ولكن الاصابات موجوده وان شاء الله ربنا يكرمنا. وباستعمال او باستخدام الاجراءات المضاده للكورونا يتم الانتهاء من هذا الموضوع. يعني لو ان في يعني في وزاره الصحه العالميه منظمه الصحه اتكلمت خبر كده ان بتاسف ان هي وقع في الموضوع ده معانا. مش كده يا دكتور؟ تمام. ده معنى ذلك انه بيؤكد ان كان في مؤامره او في تجمع شبه موجود على مستوى العالم نوع عناصرهم ايه مش عاوز اتكلم عنه. موجودين فين مش عاوز اتكلم عنه. الغرض ايه؟ الغرض ان في دول كتير بتقع تحت هذا البند، وبالتالي يبقى هنا المصاريف اكتر، وبالتالي الاحتياج للادويه اكتر، وبالتالي دفع الفلوس اكتر، وبالتالي هنا تظهر الحرب الاقتصاديه ما بين الدول سواء كانت امريكا، الدول الرئيسيه عموما يعني، سواء امريكا او انجلترا او فرنسا او الصين او او او. فربنا طبعا يكرمنا ان شاء الله وننتهي من هذا التغول الاقتصادي والدوائر ضد مصر. والحمد لله رغم ان مصر تعتبر الدول الرائده في شق هذا الموضوع. كل سنه وانتم طيبين. Check me again.
حبيب الدكتوره مريم البكوري الكتري استاذ الجامعه الامريكيه ورئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لشبكه اعلام المراه العربيه وصاحبه القول الدائم. احيي شكرا دكتوره مريم. احيي المدرب الجميل استاذ محمد عرب شرفنا في فتره معانا بالكتير. ارجو بيان الاستاذه حنان احمد الغرباوي لترجمه ملخص عن كلمه سياده اليوم. بس قبل ما تنتهي لو تسمحوا لي اضيف حاجه، انه الدوله الفرعونيه كانت من اقوى دول العالم، بعد هيك كانت بتكون العالم، ومن اقوى حكام الدوله الفرعونيه والزمن التاريخ هي كانت حتشبسوت، كانت امراه. فده اضافه لحضرتك على موضوع الليدرز. طيب His Honor Mr. Mohsen, Major General, was talking about the achievements of women in the world. And in the Corona period, the two countries who were willing to have and to fight even more than other countries led by men were New Zealand and Bangladesh. And these two were actually ruled by women. A woman is not only a good leader when it comes to serving countries in the political point of view. In fact, she's a leader at her home. She's a leader in her own bubble. Because, forbid, if someone gets mentally or health-wise goes down, the only person who cares about is the woman, where it has to do with the medicines, whether it has to do with the food, whether it has to do with everything. So the base of each one of us is always leaded by a woman. The success, he also spoke about the success of women in the historical level. Medically, military, in fact, all the levels are always leaded by women. I'm not saying that just because I'm a woman, because this, honestly, this point of view comes from also a man's perspective, which is even more respected. She, in the Corona period, in the military time, she was the face of fighting the war, the medical war that the whole world faced. And that was not an easy job, honestly. It was one of the hardest, because on the insurance levels, the military levels, the face of each part of it was a woman. So it was surprisingly, I'm proud to be a woman, honestly. Talking about that clap came from a woman. Okay, thank you. You're a woman, like me, right? Cheers for that. Okay, surprisingly, Egypt, although it has been facing, it's one of the top countries in the world facing the coronavirus. Surprisingly, the highest cities in Egypt having corona is Cairo and Alexandria. It's because of the occasions that happens. We are lacking in social distancing. Egypt will always stay safe. Egypt will always stay powerful. Thanks to the government, thanks to the people who actually care about the country. And although on the personal level, if you guys excuse me, I'm just also going to be putting my personal level on each of my speeches, is because me being an Egyptian and living outside, Egypt will always stay powerful. With the government, with the people living in Egypt, with God's blessing, Egypt will always stay the powerful, one of the powerful countries, in fact, if not even the powerful one. We are willing for this country to be in the highest position. We all are willing for that.